نمشي معاك بعيدي انه حتى القيمه ديال المكعازي راه بانت بيان سور اللي غيخلي كامارا ويخلي هيرفي ياك باش على الاقل نقول غير نقولوا انه كامارا طلع من 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 كامارا نقولوا مربوح مربوح ما عندكش ندوي على هيرفي اللي غيجيب هيرفي ويسيني اللاعب اخر اللي جبتيه دابا درتي ليه اللي تيست عاد سنين شي ليه وباقي ما ترفعش الملعب باش يتكاليفا يخليه مكعازي وي اتفق معك على الاقل نخليو التريو اللي ادابتي مع راساتهم لان بن بوكرين ومكع حيت زريده خاص ضروري ميليو تيرا اخر يقسم معاه تيران زريده ما يعرفش يريكيبيري علاش بوحدو زريده سي با لو جوار اللي غيلعب بوحدو انا دويت معاك ايوب وقلت لك فاش دويت معايا الصباح قلت لك شنو بار كونتر ميليو ديفونسيف ديال البركان الا شفتيه البارح شفتو كيبقى ستابل كيبقى ستابل في ما كاينه الكره في لا ريكوبيراسيون كتبقى كاين ما كيتلاحش اسماعيل كتشوف كيفاش كيدير الكليسمون كيفاش كي اورونتي اللعاب البلاصه اللي باغي هويا واش حنا هاد الراجل هذا هو اللي كيقول لك طيح الكره على الميليو تيرا هذاك الخيري ولا هذاك كتلقاه قريب كتلقاه قريب كتلقاه قريب المهم هذاك الشيء اللي خلى المرابط نرجع شي بقى يديفوندي بزاف بعدا ندوي واش هذا زياده عاد جبتي خيري وخيري يمشي من الراجل خيري اللي صيفطو من الراجل وشو المشكل واش انتم ولادكم كتكبروهم وكتصيفطوهم وكيلعبوا ضدكم فاش غتبغيو تجبروهم غتشريوهم بحال السيدي العرجون عاوتاني وشنو اللي كيدير لي ريكروتمون في الراجا واش باش دير ان ريكروتمون خاصك ضروري كتكون اون فيش مدرب كيعطيك مراكز الخصاص ماشي كتجي وكدير لي ريكروتمون انا كيبان ليا كديروا لي ريكروتمون حيت دوك لي ريكروتمون اللي دايرين اكشوالمون واش مكتشفش ما كاينش ان ميليو ديفونسيف فاش كنقولوا ان ميليو ديفونسيف ان ميليو ديفونسيف دو ناتور ماشي تجيب لي لاعب غير سوائيه وتعاود لي تكرار مع اهولو حيت لو ميم بوست دو اهولو ان بلايور كيلعب اويت غتجيبو وغتلعبو راه ما غيعاونك في ريكوبيراسيون اهولو كان مزيان في لا رولونس ولكن باش تلعب ريكوبيراسيون كان كيدير دي فوت كيبقى ديما شد يدير لك شي ياخذ لك افيرتيس ولكن ياخذ افيرتيسمون فاش ان ميليو تيران ما يقدرش يديفوند فوالا فاش ان ميليو تيران ديفونسيف كياخذ افيرتيسمون تما درتي ليه المينوت كتبتيه صافي بحال ديفونسيف يخرج كي ولا للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربحوا الرياضة